قبل ما ابدا ملخص الفيلم عاوز افكركم ندعي لاخواتنا ان ربنا ينصرهم ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عشان ناخد مع بعض الثواب الكبير جدا ده. وبعد ما تسمعوا الملخص اتمنى انكم ما تمشوش على طول، اعملوا لي لايك للملخص واكتبوا لي رايكم في الكومنتات. بس كده حضروا مشروبكم المفضل ويلا بينا نبدا ملخص الفيلم. بتبدا قصه فيلمنا النهارده في سجن من السجون الخطيره جدا في كوريا الجنوبيه، وبيظهر لينا 2 من اقوى واخطر السجناء هنا في السجن، وهم اوسكار ودايو، وكل واحد فيهم متزعم لعصابه مافيا في السجن، والعصابتين دول كانوا بيتقاتلوا وبيشتبكوا مع بعض كل يوم، والحراس بيستخدموا خراطيم الميه وكل الوسائل الممكنه عشان يفرقوهم عن بعض والامور ما تتطورش منهم وتخرج عن السيطره اكتر من كده. رئيس السجن بيكون جاب اخره من العصابتين دول ومش عارف يعمل ايه ولا يتصرف ازاي معاهم، لكن السيد لياو وهو مساعد رئيس السجن بيقترح عليه انه يقنع اوسكار ودايو بانهم يتصالحوا ويعملوا هدنه ما بينهم. بياخدنا الفيلم وبيرجع بينا الفيلم من تاني الاوسكار اللي بيكون بيستحمى، ودايو واقف بره مستني الدور بتاعه مع باقي المساجين، وبيخطط لقتل اوسكار لكن خطته بتفشل لما الحارس ده بيعرف باللي ناوي يعمله. تاني يوم بنشوف رئيس السجن بيتكلم مع المساعد بتاعه السيد لياو وبيقول له ان في مجرم خطير اسمه يانغ هيتم ترحيله لهنا في السجن، ولياو بيقول له يعني احنا كنا ناقصين ده كمان، لكن رئيس السجن بيقول له بس ده ممكن يكون في مصلحتنا عشان يانغ مجرم وقاتل خطير جدا وهيفرض سيطرته على السجناء بالكامل، واوسكار ودايو مش هيبقى ليهم كلمة خالص وهنخلص من مشاكلهم المستمرة دي. في الوقت ده اوسكار وعصابته ودايو وعصابته موجودين في ساحة السجن، وبتكون الاخبار وصلت لاوسكار ان دايو بيخطط علشان يقتله وكان هينفذ خطته امبارح، فبيطلب منه القتال وبيتفقوا على كده فعلا، وبيروحوا للمكان ده في السجن وبتبدأ المعركة والقتال بين العصابتين، عصابة اوسكار وعصابة دايو. كل عصابة منهم بتختار واحد منها يتقاتل مع واحد من العصابة التانية، لكن الغريب في الموضوع واللي العصابتين مش متعودين عليه ان حراس السجن ما كانوش بيتدخلوا عشان يفضوا القتال ده ما بينهم زي كل مرة، لكنهم كانوا بيتفرجوا مستمتعين بمشاهدة القتال. اخيرا بينزل اوسكار ودايو للقتال مع بعض هما الاتنين، وبيفضلوا الاتنين يضربوا ويطحنوا في بعض، وكل واحد منهم بيوجه للتاني ضربات قوية جدا، ومحدش فيهم قادر يفوز ولا ينتصر على التاني، وقوتهم وقدراتهم القتالية نقدر نقول كده انها كانت متساوية مع بعض. لكن في النهاية لما محدش منهم بيفوز على التاني، رجال وافراد العصابتين بيتدخلوا والمكان بيتحول لساحة كبيرة من الفوضى والعنف والقتال بين رجال العصابتين، والحراس بيتدخلوا بيفرقوا العصابتين عن بعض من تاني. بعد كده السيد لياو بيستدعي اوسكار ودايو لمكتبه وبيفضل يتكلم كتير معاهم وعاوز يقنعهم يعملوا هدنة ما بينهم، لكن اوسكار ودايو بيرفضوا كلامه، وبيكون خلاص لياو ورئيس السجن جابوا اخرهم من الاتنين دول واللي بيعملوا في السجن. بنروح بعد كده لما بيوصل المجرم الخطير يانغ للسجن ومعه حراسة مشددة، وبيدخل للسجن وكل المساجين بيبصوا ليه وخايفين جدا منه عشان يانغ قاتل ومجرم ورجل عصابات قوي وشرس وخطير جدا وسمعته سابقاه، لكن اوسكار مش بيسكت وبيستهزأ بيانغ وبيشتمه كمان، فبيروح له يانغ وهو مربوط زي ما احنا شايفين كده، وبيوجه له ضربة واحدة برجله بيفقد اوسكار وعيه وبيغمى عليه تماما. بعد كده الحراس بياخدوا يانغ وبيحطوه في الزنزانة الانفرادية دي، ومباشرة بيوصل له رئيس السجن وبيتكلم معاه وبيقول له انا عاوزك تفرض سيطرتك هنا في السجن وتكون الزعيم على كل المساجين، ومش عاوز اسمع صوت لاوسكار ولا لدايو تاني هنا في السجن، ومقابل كده هساعدك وهكون جنبك دايما. ويانغ بيوافق على عرض رئيس السجن، واللي كمان بيقدم له سلة مليانة فواكه كعربون على اتفاقهم. في الوقت ده اوسكار بيكون لسه مغمى عليه وفقد للوعي، ورجالته بيحاولوا يفوقوه بعد الضربة اللي خدها من يانغ، ودايو بيكون مع رجالته وبيتكلموا عن يانغ، وبيكشف لنا الفيلم ان يانغ في الاصل كان حارس امن عادي جدا، لكن حياته اتغيرت بالكامل لما اتقابل في يوم من الايام مع رجال من عصابة كبيرة للمافيا الكورية في البلد، وساعتها رجال العصابة دول كانوا عاوزين يخطفوا وياخدوا البنت دي بالقوة، بس يانغ اتصدى ليهم واشتبك وتقاتل معاهم كلهم لوحده بكل قوة وشجاعة، ونجح انه يسيطر عليهم ويهزمهم بكل جدارة وسط ذهول كل الناس،
ومن ساعة المشكلة والقتال ده اتحول من حارس أمن عادي للراجل رقم واحد للمافيا الكورية، وكل المجرمين وأصحاب السوابق ورجال العصابات بيعملوا له مليون حساب. بيرجع بينا الفيلم من تاني للوقت الحاضر، وتاني يوم بعد الظهر وفي ساحة السجن بنشوف يانغي قاعد والمساجين بييجوا وبيلقوا التحية وبيسلموا عليه. يانغي بكل هدوء بينادي على داي وأوسكار وبيطلب منهم يعملوا هدنة مع بعض ويتصالحوا، وكفاية قتالات ومعارك في السجن لحد كده. الغريب بقى ان دايو مباشرة بيمد ايده لأوسكار عشان ينفذ اوامر يانغ ويتصالح مع أوسكار وعصابته، ومش بيكون قدام أوسكار غير انه يمد ايده كمان وبيسلم على دايو وبيتصالحوا زي ما احنا شايفين كده. في الوقت ده رئيس السجن بيكون من شباك مكتبه فوق بيراقب اللي بيحصل ده، وهو في غاية السعادة والانبساط، وبيعرض لنا الفيلم بعد كده ان حياته يوم السجناء اتغير بالكامل وما بقاش في معارك وخناقات ما بينهم، وبيستمتعوا بوقتهم مع بعض وبيساعدوا بعض في الأعمال والأنشطة اللي بتحصل في السجن. بنشوف إن يانغ تم نقله من الزنزانة الانفرادية للعنبر والاسم اللي فيه داي ورجالته، وبتمر الأيام عادية جدا في السجن لحد ما بيتم ترقية رئيس السجن وهيتم نقله من السجن لمنصب أعلى. فبيقرر إنه هيعمل احتفالية علشان يودع الضباط والحراس والسجناء قبل ما يمشي من هنا، وبيعمل الحفلة وكمان بيستدعي فرقة موسيقية، وبتكون حفلة وداعية جميلة قوي والكل بيقضي وقت سعيد وممتع. بعد كده بيظهر لينا رئيس السجن الجديد واسمه هانغ دو، وصل للسجن علشان يستلم مهام عمله كرئيس للسجن، وبيتقابل مع المساعد بتاعه السيد لياو، وبيفضل ليه يتكلم معه عن السجن والسجناء اللي فيه، وبيقوله ان السجن ده كان من اسوأ السجون، لكن بمجرد وصول السجين يانغ وفرض سيطرته على رجال السجن والامن مستتب بالكامل هنا. وبينصح السيد لياو رئيس السجن هانغ دو انه يعتمد على يانغ في استقرار الامور في السجن، لكن هانغ دو بيغضب ويتعصب جدا لما بيعرف انهم بيعتمدوا على واحد من السجناء عشان يحافظوا على الامن في السجن، وبيعاقب السيد لياو وبيضربه كمان وبيقول له من النهارده مفيش الكلام ده، وافراد الامن والحراسه هم اللي مسؤولين بالكامل قدامي على فرض السيطره في السجن. ومن ساعتها بقى واحوال السجن اتغيرت بالكامل، والسيد لياو بقى صارم جدا مع السجناء لدرجه انه كان بيفتش الزنازين تقريبا كل يوم زي ما احنا شايفين كده. وفي يوم من الايام اتنرفز واتعصب على واحد من المساجين وفضل يضربه بكل قوه وعنف وبدون رحمه خالص، وباقي المساجين شايفين اللي بيحصل ده وخلاص عرفوا ان السيد لياو اتغير وما بقاش السيد ليه الطيب واللطيف اللي كانوا يعرفوه قبل كده. بعدها بكام يوم ولما كان السجناء كلهم في ساحه السجن، رئيس السجن هانغ دو خد مجموعه من الحراس وعمل تفتيش مفاجئ للزنازين، اكتشف كميات كبيره من السجاير والاسلحه الحاده والمخدرات. فبياخد هانغ دو قرار صارم بتجديد الحراسه على السجناء لدرجه انه بقى يخليهم يستحموا كلهم مره واحده في خلال نص ساعه بس مش اكتر من كده. حتى الاكل ما بقاش زي الاول، وبقى بيتوزع عليهم كميات اقل بكتير من المفروض تتوزع عليهم، وتحول السجن الجحيم مع قدوم هانغ دو كرئيس جديد للسجن. ورئيس السجن هانغ دو بيتقابل مع يانغ وبيتكلم معاه وبيفكروا بالجريمه اللي عملها وجابته لهنا في السجن. بياخدنا الفيلم فلاش باك للماضي، وبيظهر لينا مجموعه من الشباب وهم بيسكروا وبيشربوا المخدرات في حفله خاصه كده، ومعاهم مجموعه من بنات الليل، وواحد من الشباب دول بيخلط المخدرات في مشروب الويسكي بتاعه وبيقدمه لواحده من البنات اسمها جي، لكنها بترفض تشربه، فبيضايق الشاب ده وبيضربها بإزازة الويسكي بقوة على راسها. وصاحب ومدير المكان بسرعة بيستدعي حراس أمن المكان واللي بيكون يانغ من ضمنهم، فالشاب اللي ضرب البنت جاي بيمسك بباقي الإزازة المكسورة وبيمشي ناحية يانغ وبيهدده، لكنه بيكون سكران طينة ومش قادر يقف على رجليه، فبيفقد توازنه وبيقع بالإزازة على الأرض وبتتغرس فيه وبيموت في الحال. وبنعرف ان يانغ اتجوز البنت اللي اسمها جي، وعلى الرغم من ان يانغ بريء من قتل الشاب ده، لكنه تم القبض عليه واتحكم على يانغ بالسجن 5 سنين. مش بس كده، كمان بيكشف لنا الفيلم ان الشاب اللي مات ده هو ابن رئيس السجن الحالي السيد هانغ دو، والسيد هانغ دو بنفسه هو اللي خطط ودبر عشان ينقل نفسه كرئيس للسجن هنا عشان ينتقم من يانغ على راحته خالص. وبيأمر الحراس انهم يربطوا يانغ ويقيدوه وبيضربوه ويعذبوه بطريقة وحشية،
بعد كده بنشوف السيد لياو قاعد مع هانغي دو، وبيكون لياو مش طايق هانغي دو ولا طايق تصرفاته ونظام شغله ده، لما بيطلب منه انه يرجع السجن زي ما كان الاول ويخلي اوسكار ودايو يرجعوا زي ما كانوا اعداء، وكل واحد فيهم زعيم للعصابه بتاعته، وعاوز كل المساجين يكرهوا يانغ ويبقوا اعداء ليه. بيضطر السيد لياو انه ينفذ الاوامر وهو مرغم يعمل كده، فبياخد الحراس وبيضرب في سجين من السجناء بقوة، وبيقول له احنا ملناش ذنب، ويانغ هو اللي دخل المخدرات هنا للسجن، وانتوا حاليا بتتعاقبوا بذنبه. بعد كام يوم كده بتوصل جي زوجة يانغ للسجن ومعها تصريح بزيارته، فبياخدها السيد لياو وبيدخلها المكتب هانغي دو، وبتتقابل مع هانغي دو اللي بيقول لها ان زوجك يانغ من افضل المساجين عندنا هنا في السجن وملتزم بالقواعد والقوانين، وعلشان كده هخليك تقابليه هنا في المكتب براحتكم. وبتقعد جي وبيقدم لها فنجان قهوة، وبعد شوية بتفقد وعيها وبيغمى عليها، وبنعرف ان هانغي دو كان حاطط لها منوم وحبوب مخدرة في القهوة، فبياخد تليفونه وبيصور اجزاء حساسة من جسمها وهي متخدرة، وبيتم استدعاء يانغ وبيكون مقيد ومش قادر يقف على رجليه من الضرب والتعذيب، وبيتصدم وبيغضب لما بيشوف زوجته جي بالمنظر ده، وبيعرف انه هانغي دو اعتدى عليها، لكنه مش بيقدر يعمل اي حاجة وهو بالشكل ده، وبيغمى عليه من الالم والوجع والضرب الشديد والتعذيب اللي بيتعرض ليه. بعد كام يوم كده هانغي دو بيستدعي اوسكار لمكتبه وبيعرض عليه صفقة كده، وبيقول له انا مستعد اخرجك من السجن واطلق سراحك، بس بشرط انك هتاخد جي رهينة والقبض على يانغ في حال هروبه من السجن. اوسكار بيكون متردد في البداية لكنه في النهاية بيوافق، وده عشان امه كانت مريضة جدا وعندها مرض مزمن ومحتاجة اللي يوفر لها العلاج وياخد باله منها ويراعيها كويس قوي. تاني يوم بينجح يانغ ويستدرج الحارس ده للزنزانة بتاعته، واول ما الحارس بيدخل للزنزانة يانغ بيهجم عليه وبيضربه وبيفقده الوعي تماما، وبيقلعه الملابس بتاعته وبيلبسها وبيطلع من الزنزانة بتاعته. لما بيخرج في ساحة السجن بيجتمع مع دايو ورجالته وبيقول لهم احنا لازم نقتل هانغي دو ونتخلص منه، لكن دايو ورجالته مش بيوافقوا انهم يعملوا كده، فبيقول لهم يانغ خلاص يبقوا تعملوا مشكلة وخناقة كبيرة عشان الاقي فرصة اهرب بيها من السجن. ودايو ورجالته بيقولوا له دي بسيطة ونقدر نعملها عادي جدا، وفعلا بيفتعلوا خناقة كبيرة عشان يشغلوا ويشتتوا انتباه الحراس، وبسهولة تامة بيمشي يانغ ناحية بوابة الخروج من السجن. في الوقت ده السيد لياو بيشوفه وبيعرفه، لكنه مش بيمنعه وبيسيبه يهرب، عشان السيد لياو ما كانش راضي خالص على اللي بيعمله رئيس السجن هانغي دو. بعد ما بيهرب يانغ مباشرة بيروح السيد لياو لمكتب هانغي دو وبيبلغه بهروب يانغ، والغريب ان هانغي دو ما كانش متضايق خالص وبيقوله مش مهم انا كنت متوقع ده، وعموما عاوزك تجهز نفسك وتجهز السجن عشان كمان ساعة والوزير هيوصل لهنا عندنا في زيارة للسجن. بيجمع السيد لياو كل السجناء والحراس وبيقول لهم ان الوزير جاي في زيارة هنا للسجن، واللي هيعمل اي حاجة او يقول ويشتكي من اي حاجة هيدفع التمن غالي قوي. بنروح لخارج السجن وبيكون يانغ بدأ رحلة بحثه عن زوجته ومراته جي، وبيتقابل مع كام واحد كده من رجالة اوسكار، وبيدور ما بينهم قتال قوي جدا، وبيقدر يانغ انه يضربهم ويتغلب وينتصر عليهم كلهم، لحد ما بيوصل للمكان اللي جي محتجزة فيه، وبيكون اوسكار ورجالته موجودين هنا، فبيضربهم يانغ بكل قوة وشجاعة وبيخلص عليهم كلهم، لكن الخاين اوسكار بيفاجئ يانغ بطعنة سكين غير متوقعة خالص، وعلى الرغم من كده يانغ بيتحامل على نفسه وبيضرب اوسكار وبياخد زوجته جي وبيمشوا من هنا فورا. اوسكار ورجالته بيطردوهم وبيستخبى يانغ وجي في البيت المهجور ده، وبيطلب يانغ منها انها تروح لاقرب مركز شرطة وتبلغ عن هروبه من السجن وسابها ومشي، لكن اوسكار بيقدر يوصل ليه وبيقطع عليه الطريق ويقف قصاده. في الوقت ده جي بتجري بكل سرعتها لاقرب مركز شرطة، وبنرجع من تاني ليانغ واوسكار واللي بيقوم ما بينهم قتال شرس وقوي جدا على الرغم من اصابة يانغ. بيكون مع اوسكار سكينة وبيهجم بيها على يانغ، وبيتفادى يانغ ضرباته وبيدافع عن نفسه بكل مهارة وبيطعنه بالسكينة اللي معاه بقوة، لحد ما بيقعوا الاتنين على الارض ومحدش منهم قادر على القتال. هنا اوسكار بيعترف ليانغ انه عمل كده باوامر من رئيس السجن هانغي دو، وانه ندمان على كل اللي عمله معاه ده، وبيطلع الموبايل بتاعه وبيتصل بصديق ليه بيشتغل مراسل وبيدي الموبايل ليانغ،
وينغي بيحكي للمراسل ده على كل حاجة حصلت بالتفصيل. بياخدنا الفيلم وبيرجع بينا من تاني للسجن، وبنشوف رئيس السجن هنغي دو وهو قاعد مع الوزير وفي غاية السعادة. لكن فجأة كل ده بيتغير لما المراسل ومعاه كاميرات التصوير بيدخل عليهم المكتب وبيسأل هانغ دو عن هروب السجين يانغ من السجن النهاردة، وبيفضلوا يسألوا عن كل حاجة غلط وخارجة عن القانون كان بيعملها هنا ضد المساجين. وهانغ دو بيكون واضح انه مصدوم ومعندوش حاجة يقولها، وبيأمر السيد لياو بطردهم من المكتب. لكن الوزير بيكون خلاص سمع كل حاجة وبيطلب بالتحقيق الفوري في كل حاجة، وانهم يطلعوا على كشوف ومستندات واوراق السجن وكمان كاميرات المراقبة والتليفون هانغ دو شخصيا، وبيشوف صور لجسم جي اللي هانغ دو صورها لما كانت هنا من كام يوم، وبيأمر الوزير فورا بالقبض على هانغ دو. في الوقت ده يانغ واوسكار بيكونوا ماسكين بعض وبيوصلوا لحد السجن، وبيقعوا هما الاتنين على الارض قدام السجن مباشرة، والحراس بيشوفوهم وبياخدوهم بسرعة وبيطلقوا الرعاية والعناية الطبية اللازمة، وبترجع أجواء المحبة والهدوء للسجن من تاني، والسيد لياو تم ترقيته وبقى هو الرئيس الجديد للسجن. ولو وصلتم معايا لحد هنا فأكيد الملخص عجبكم، وبدعي ربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه وتفرحوا كده زي ما هتفرحوني بلايكاتكم وتعليقاتكم الجميلة، واشوفكم على خير الملخص اللي جاي إن شاء الله. سلام يا أحلى وأجمل ناس في الدنيا.